بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في طاعة أولي الأمر. فصل في فضل الإمام العادل. وعن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب: شهدت أبا بكر يوم جمعة، وذلك قبل أن يبنى المسجد، وهو يومئذ قصب، وعلى الناس عبد الله بن عامر، فخرج على الناس وعليه قميص مرقق وبردان مرجل رأسه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. زياد بن كسيب يقول: شهدت أبا بكر. أبا بكر غير أبو بكر، سمي أبا بكر لأنه تدلى ببكرة من حصن على الطائف يوم حنين، غزوة مشهورة غزاها صلى الله عليه وسلم الطائف بعد فتح مكة. حاصر المسلمون الطائف، وكانوا في حصن منيع، وكانوا يرمونهم بالنبل. وقفوا كذا أسابيع أو أشهر حتى ملوا، فأعلن صلى الله عليه وسلم: من أتاهم من رقيق ثقيف فهو حر. تدلى أبو بكرة، هذا هو الذي يروي هذا الحديث، اسمعوا ما يقول: وكان عبدا فعتق لما تدلى إلى المسلمين. قال: شهدت أبا بكرة يوم جمعة. هذا زياد بن كسيب يقول كذا، وذلك قبل أن يبنى المسجد. هذا الكلام في البصرة. وهو يومئذ قصب، يعني المسجد من القصب تعرفونه، نوع من نبت يطول كسنابل الذرة لكنه أجوف الوسط الداخل. هذا القصب إذا جف قوي في غاية القوة، فكانوا يبنون منه المساجد وبعض الخيم وما إلى ذلك. قال: شهدت أبا بكرة يوم جمعة قبل أن يبنى المسجد، وهو يومئذ قصب، وعلى الناس عبد الله بن عامر. إيش معنى على الناس؟ أي المتولي أمرهم. عبد الله بن عامر كان يومئذ أمير على. يقول: فخرج على الناس وعليه قميص مرقق. قميص رقيق، الرقيق دل على أن نسجه كان فيه إتقان وصنعة، لأن العمل اليدوي ما يكون فيه تلك الرقة، أعمالهم كلها يدوية، لكن هذا فيه إتقان.
خرج عبد الله بن عامر وعليه قميص مرقق، يعني قميص جيد الصنعة مكلف. وعبد الله بن عامر كان والي تلك الديار ذاك الحين، ويقول: فخرج على الناس وعليه قميص مرقق وبردان، يعني البرد حلة كاملة، يعني رداء وإزار، مرجل رأسه، مرج يعني مكدود، وعليه دهن. لا تظن هذه الصفات التي وصف بها الوالي مجرد حلية كما يفعله القصاص وأصحاب الروايات لمن يتقنوا هذا الخبر وهذه التفاصيل، يستهون القارئ فينساق معهم في خيالات، إنه تعبان طفشان كيف يصرف الوقت، قلبه فارغ عن ذكر الله وعن الواجبات، يتسلى بمثل هذه. هذا شأن البطالين، والناس يختلفون في قضاء الأوقات وصرف الهموم، فإن كان ذا مال وثراء صرفها في الحرام، سماع الأغاني والذهاب هنا وهنا. وهؤلاء يصرفون أوقاتهم لأن ذكر الله بعيد عن قلوبهم، الشيطان استولى عليهم، يذهبون إلى المقاهي في سوالف أو يجتمعون جماعات فيذكرون قصص من هذه القصص الخيالية. هذا شأن القصاص في إلهاء الناس. لكن إذا جاءتك تفاصيل يا عبد الله في أحاديث أو أقوال الصحابة لها معنى ومغزى، ما جاءت عبث، لأنهم لا يتكلمون إلا حقا، ويعلمون أن منطق القول إذا صدر من الرجل المرأة يعني من المرء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو محاسب. ولذا إذا قرأت ما كان يقوله الصحابة والسلف الصالح في كتب الآثار كمسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة، إذا ذكروا ما كانوا يقوله الصحابة، كلام مختصر لكن مملوء بالمعاني والأغراض المطلوبة. اسمعوا ما يقول، شوف هذا اللي لقان ظهره ماسك كتاب الله، لا يعي ما يقرأ ولا يذهب إلى مكان بعيد عن الصوت. اسمعوا ما يقول هذا الراوي، يقول: فخرج على الناس، ما تقول خرج على الناس إلا والناس مجتمعون، واضح؟ ما تقول خرج على الناس إلا مجتمعون في أي مكان. لا أربطوا يا عباد الله، أنا أقرأ وأنتم تسمعون. لم يقل كان المسجد من قصب قبل أن يبنى، معناه كانوا مجتمعين في أي، بارك الله فيك. فخرج على الناس، كان يوم جمعة، فخرج على الناس وعليه قميص مرقق مرجل الرأس. اسمعوا هذه الأوصاف من هذا على هذا الوالي. فقال أبو بكر، هذا الصحابي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. فكر يا عبد الله، ما مناسبة إيراد هذا الحديث من أبي بكر في هذا الوقت، وما مناسبته بأوصاف الوالي بهذه الصفات؟ لابد أن تفكر جيد عشان نعرف ما المناسبة. الصحابي ما يقولها عبث، ولا يروي هذا الراوي هذه التفاصيل إلا ويدل على أن إيراد الحديث له معنى.
هذا الوالي خرج في زي يفوق زي الناس، يعني فيه نوع من رفاهية ونوع من ترف. أبو بكر يعلم أن الناس إذا رأوا الوالي في مثل هذا الحالة يأتيهم الشيطان فيعبث في قلوبهم، ما وجدنا طعام لعيالنا فما رأينا كيف نكسو أنفسنا، كيف هذا جيء؟ ولو لم يرد هذا في خاطرهم إلا والشيطان يأتي ويبعث عليهم مثل هذه الخواطر الرديئة. هذا الإنسان حتى مع جاره لا يخلو جسد من حسد، ولو اطمأن المرء ولم يكن فيه ذلك وجاءت مناسبات إلا والشيطان له مدخل في ذلك. فقال هذه الكلمة أبو بكر رضي الله عنه ليعلم أن الناس سيبدأون يتكلمون ليه لابس هذا اللباس ومن أين جاء به ونحن كذا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، هذه مقدمة، هذه المقدمة أيها عباد الله، الوالي الذي ولى أمركم من المسلمين، ما نتكلم على الولاة الكفار ولا على الولاة الذين يحاربون دين الله ولا على الولاة الذين يحاربون شرع الله، لا نتكلم على الولاة المسلمين، فيهم معاصي وفيهم كذا وفيهم فجور، لكن شرع الله قائم، أمرنا الله ورسوله بالسمع والطاعة، وإن أخذ مالك ظل الله في الأرض يأوي إليه الظل. أخبرناكم فيما سبق أن الظل يستمتع به المحرور والمكروب ومن لفحته الشمس ومن لا يجد مأوى يكن إليه لأجل أن يأكل اللقيمات، يقمن صلبه لما يشرب ويطعم يدور على ظل يجلس تحته، وإذا تعب ذهب إليه. هذا الذي يذهب إليه المكروب السلطان كذلك، ذاك كربه نفسي وجسدي، ويأتي المكروب الذي لحقه الظلم والعدوان والبغي وسلب المال وإنكار الحقوق وعدم إعطاء ما يجب إعطاؤه، من ينصفه؟ لا بد من والي، فهذا الظل هو الذي يأوون إليه، عبد الله فعل معي كذا وذاك الوالي فعل معي كذا وهذا كذا، هذا الذي يقوم بإنصافهم. فلما كان هذا ظل الله احترم الظلال، يا من لجأ إلى الفيء لا تبل فيه، غيرك يأتي إليه فيلعنك، اتقوا اللعانين. يا عبد الله إذا انتهيت من الفيء في غرضك أكلت طعامك لا ترمي النفايات والمؤذيات، فإن غيرك سيأتي فيه. ولعن صلى الله عليه وسلم من يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظل الناس. فلما قال هذا ظل الله في الأرض مدح له وثناء له وبيان أنه يجب المحافظة عليه. واضح هذا؟ هذه هي المقدمة، هذه المقدمة جاء بها لأنها يترتب عليها ما بعدها. اسمعوا ما بعدها، لأن الحكيم إذا أراد أن يقول ما يبدأ بالنتيجة رأساً بما يهم الناس، لا بد من مقدمة. فإذا أردت أن تروج لبضاعة تبين أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، كلنا يسعى فيها ولا يعلم قيمتها إلا المريض، فمن أنفع ما يقيم صحتك ويدفع عنها المرض تناولك العسل وأخذك شيئا من اللبن
يعني ترى عندي عسل أبيع وعندي بضاعة أبيعها، وما أتى بالمقدمة إلا أجل أن يروج أمراً ما، ما قال العسل فيه شفاء ويسكت، يأتي بمقدمة، جاء بهذه المقدمات قد تكون باطلة، قد يكون نفعها محصور وقد لا يكون لها قصد، وقد تكون المقدمة نافعة يريد صرف الناس إليها لأنها مقصودة دينا ودنيا. فقال رضي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. كيف تكون الإهانة للسلطان؟ السلطان ذا قوة وشوكة ومنع وله جنود وأعوان، لأن الإهانة قد يكون بالقول والعمل. فلان أهان فلان بمعنى أنه طلب شيئا فلم ينفذه، أراد حاجا فمنعه منها، لكن إهانة السلطان أن يأمر بأمر فيأتي على خفية فيعاكس ولا ينفذه، ثم يأتي إلى آخرين فيقول: لا، كيف تفعل هذا؟ لا تفعل هذا. هذه معنى الإهانة، أي عدم طاعته فيما يأمر به رعاياه. الذي يفعل هذا جملة من فعل الشرط وجوابه، قال أهانه الله. إهانة الله لا كإهانة العبيد، لا، العبد قد يهين العبد بمعنى أنه يمسه شيء من ألم النفس وينتهي الأمر، لكن الله إهانته فإنه يومئذ يعذب عذابا لا يعذبه أحد. وإذا أوثق قيد فلان يؤدي وثاقه إلى أن هذا الوثاق لا يفعله أحد، وثاقه يعني ربطه، يسجن المرء أيام أو أشهر أو سنين، ثم مصيره الموت أو إطلاق سراحه. لكن إذا أوثق الله العبد، منعه من الجري بتعطيل أعضائه، منعه من التناول والبطش بتجميد يديه، أصابه الكساح وغير ذلك، ويوم القيامة كذلك، يجعله في مكان مؤصد لا يصل إليه كذا وكذا. الله عز وجل يهدد ويخوف. هذا الذي في الخفا لا ينفذ أمر السلطان، يخونه ويشوش عليه، أمر السلطان في غير معصية، في المباحات وما فيه منفعة لجميع الناس من المصالح، لأن المصالح مأمورة شرعا. يا عبد الله، هذا دين الله، ما جينا نعمل دعاية ولا نقول كذا، لأن بعض النفوس أصابها ما يصيب الناس عادة، والناس إذا أعطيتهم فرحوا، وإذا منعت عنهم غضبوا. ترى هذه صفات المنافقين، إذا أعطوا رضوا، وإذا منعوا من شيء سخطوا، لأن الغضب ليس لله والرضا ليس لله، بقدر ما يصاب ويمنع، لأنه أقيمت الصلاة ما أقيمت الصلاة، منعت المساجد عطلت ما يهمه، المهم أن ملء البطون من الطعام متوفر، وقضية السلوك والخروج كذلك موجود. لما يكون هذه بغية عامة الناس، اعلم أن الله عز وجل سيتولى أمرهم بأمر لأجل أن يعودوا إليه. لكن لما لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أطع واسمع، وإن ضربك وأخذ مالك. لأن تحملك لهذا الأسى، اعلم أن الله عز وجل هو الذي سلطه لحكمة، لأن الظلم لا يكون عاما، ما يرضى الناس، لا بد من عدل في أمور كثيرة. فإذا رضي المرء وعلم أن، فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض،
من أهانه أهانه الله، ومن أكرمه تكرم السلطان بماذا؟ لا تظن الإكرام تقديم الطعام وتقديم الدراهم والأموال، السلطان غني عن ذلك لأنه هو الذي يملك ما مصادر الأموال ومخارجها. إذن ما معنى الإكرام؟ لأن الإكرام كما يقول يكون بالقول يكون بالعمل والفعل والتصرفات. فإذا قلت يا عبد الله هو أحد أبنائك سيأتيك فلان ضيف أكرمه، قدم له أحسن الطعام وأحلى أنواع الشراب لكن بوجه مقطب ما فيه ابتسامة، أتظن أنه أكرمه؟ لا يا عبد الله. إذن الإكرام كل فعل وتصرف يعطي للنفس نوعا من رضا وطمأنينة وسكون، فإذا وجد هذا معناه ما يصدر من أوامر يطيع ولو كان في غير صالحك. فإذا قال افتحوا هذا الشارع لمصلحة المسلمين وأزيلوا هذه المساكن المضرة يجب أن يطاع بعد تعويضه، وإذا قال هذا الطريق لا يسلك لأنه يعلم أن من أن فتحه فيه مخاطر للناس فيأبى الناس إلا مخالفة ذاك الأمر، يقول هذا أسأل لي وهذا أصلح لي، لا يرى مصلحة الناس إنما مصلحته خاصة. وهذا كثير نحن نشاهده في واقعنا الصغير، أنت في العمل ترى هذا وفي غير العمل ترى هذا، فمن أكرمه أكرمه الله. إذن معنى الإكرام ما هو؟ أي أطاعه فيما يأمر، ما يتولى ويقول وينضم إلى فلان، شوف هذا الذي فعل وهذا الذي كذا، لأن قولك هذا يا عبد الله يولد في قلب المريض نوعا من حقد فتشتعل النيران. نحن نعلم أن اليهود والنصارى كما ترون لا يكل لهم أمر إلا وهم وراء المسلمين في التخريب والتنديد، ولذلك إذا نزلت كارثة من السماء لا يهتزون إنما يسعى في رأبها المسلمون، وإذا نزلت كارثة بأيدي الناس أشعلوها هم وزادوها. إن تصبك مصيبة، وصف الله عز وجل أهل الكفر بأنهم قالوا نحن ما عندنا شيء يسرون بذلك، وإن أصابك شيء من المسرات ومن فضل الله أساء ذلك في نفوسه، تشاهدون هذا يا عبد الله. هذا شأن أهل الكفر، يلحقهم جماعة ممن تسموا من بالمسلمين من أهل البدع والروافض، كذا من كان في قلبه غش، اللي في قلبه غش إلا من سلم الله. ولذا صاحب البضاعة التي تحت يديه يود أن كل أهل السوق تلفت بضاعتهم إلا بضاعته، وإذا جاءت أمطار وانتعش الناس وأخرجت الأرض فضلها وبينت، بعض الفلاحين الآخرين يسوءهم الأمر، هكذا شأن التجار في تجارتهم. حتى أهل الحرف، أهل الحرف عن الصناعات اليدوية والفكرية، اليدوية معروفة تعرفونها، والفكرية كالمهندس والطبيب والذي يرى كذا، أراهم إذا وجدوا أن غيرهم بدأ يعمل عملهم يظنون أن رزقهم قل،
هكذا شأن الناس في التفكير، لا يعرفون أن الله الذي تكفل بالرزق لا أحد يستطيع أن يحول بينك وبين فضل الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا كان هذا عند الناس لعدم معرفتهم بالله عز وجل، يأتي هذا يقول أنا كذا، فبمجرد ما تتكلم مع غيرك فأنت لم ترد طاعة ولي الأمر، والله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. قد السلطان ومن حوله قد يأتيهم شيء من نوازع الدنيا فيؤثرون على أنفسهم بأمور يختصونها، شيء يكتبه الله، ولا يبتلى بذلك إلا أهل العصاة وإلا من وضع الله في قلبه الرضا قد لا يجد. فيقول من أهانه لم يطع أمره وخانه في الخفاء فإن الله يهينه، ومن أكرمه أطاع أمره وسكت فإن الله يكرمه، الأول يهينه والثاني يكرمه. إذن علمنا أن أبا بكر أورد هذا الحديث في هذا السياق بعد وصفه أن الناس مجتمعون في مسجد بني من قصب، وخرج عليهم الوالي بهذا الزي. إيش مناسبة الحديث لمثل هذا؟ تبين هذا ولا ما تبين؟ أي اسمعوا الحديث الذي بعده، اقرأ. وعن أبي ذر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول توبته حتى يسد الثلمة التي ثلم ويعود فيكون في من نصره. هذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد، ورد في مسند الإمام أحمد، اسمعوه لأن له قصة وقصة مفيدة. فأنا أردت أن أرد السبب الذي قاله أبو ذر لأجل اكتمال الصورة ومعرفة الحديث. اقرأ من أول. حدثنا يزيد ومحمد بن هذا يزيد، هذا الذي يقول إمام أحمد بن حنبل في مسنده. نعم. قال حدثنا العوام قال محمد عن القاسم، وقال يزيد في حديثه حدثني القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن كنا نعطيه. قد حملنا لأبي ذر شيئا، أبو ذر في الربذة، الربذة بعيدة عن المدينة، لا أدري هم عطفوا على أبي ذر أو أنه أمانة حملها بعض الناس معهم لإيصالها إليه، هذا معنى حملنا. نعم، كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه. اقرأ. نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة. أتينا الربذة، الربذة في طريق المهد، يا عن جنوب شرق المدينة حوالي كذا 200 كيلو أو كذا، لا زال مكانها معروف. ذهاب أبي ذر إلى الربذة وتركه المدينة له قصة. أبو ذر أصدق الناس لهجة كما قال صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق الناس حديث، لكن ليس معناه أنه أفضل الصحابة، لا، كثير من الصحابة أفضل منه، لكنه صادق اللهجة، وكان من الصالحين فيه زهد، لأنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل أحد، أحد جبل عظيم في المدينة
شمال المدينة، لو كان لي مثل أحد ذهبا لا تمضي علي ثالثة إلا ولا يبقى معي إلا دينار. هذا معنى الحديث، إلا دينار أرصده في سبيل الله أو حاجة، لا تمضي علي ثلاثا إلا وأعطي هذا المال. سمع أبو ذر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جاءني مال عظيم لا أظن أن تمضي علي ثلاثة أيام إلا وأتصرف فيه، لا يبقى معي إلا دينار للحاجات، لطوارئ تأتيني أو غيرها إلا دينار. سمع هذا الحديث ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان يقوم في الناس ويتكلم فيهم ويذم أهل الترف والأغنياء، كان في الشام، وكانت فتياه تثير وتسيء إلى معاوية، هذا اجتهاده رضي الله عنه. فطلب معاوية من عثمان أن يأخذ أبا ذر إليه، فدعاه فاستجاب أبو ذر وذهب إلى المدينة. ثم كانت واقعة، وكان يجادل عثمان، وكانت واقعة، فكانت من مجادلته لعثمان أن جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر الأحاديث وقال والله كذا كذا وتوعده، فبدأ عبد الرحمن وهو أفضل منه يناقشه، فدخل أبي بن كعب فساند عبد الرحمن بن عوف ورد على أبي ذر، ضربه أبو ذر في مجلس عثمان. قال له عثمان: إن استطعت أن تنصرف عن المدينة انصرف اذهب. فاستجاب لأمير المؤمنين فخرج إلى الربذة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ومضت علي ثالثة لا يبقى منها إلا دينار أرصده في سبيل الله. فهم أبو ذر أن هذا واجب، الرسول ما قال هذا، قال هذا يستحب، من فعل ذلك فهو مستحب في حقه، فهم منه الوجوب. وإلا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني إذا عندك 250 صاع من الرز والحبوب ما عليك صدقة، هذا مبلغ عظيم ولا لا؟ من عنده أربع من الإبل زي أربعة قصور ما عليك زكاة، يعني اقتني ذلك. وما عندك من الأموال ما لا يبلغ نصاب يعني اقتنيها. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ فأراد أن يحمل الناس ما لا يحتمله الدلالة من ألفاظ الحديث فخالفوه. بقاء هذا مع الإمام يسبب فتنة، إنك تبقى تتعارك مع الناس وتؤنبهم وتقول ما ليس بحق. اجتهد رضي الله عنه وله ثواب في ذلك، لكن الصحابة رضي الله عنهم أعرف بدلالة النص فخالفوه. إذا وجد الحاكم هذا النوع من الناس مما يثير القلاقل يطلب منهم. وكان أبو ذر رضي الله عنه يعرف أن الله أمر بالسمع والطاعة، ذهب إلى هناك فجاءه جماعة يحملون له أمانة إلى الربذة. اسمعوا ما يقول. كان قد حملنا إلى أبي ذر نريد نعطيه إياه، فأتيناه الربذة فسألنا عنه فلم نجده. قيل يعني سألنا عنه فلم نجده، فلم يجده وين؟
الربذة، الربذة قرية صغيرة ما هو موجود، دل على أنه انتقل أو سافر. اسمعوا فين سافر. نعم. قيل استأذن في الحج فأذن له. استأذن في الحج، هكذا ينبغي للأعيان إذا أرادوا التصرف أن يستأذنوا الإمام. قال أبغى أحج، فالإمام يرى رأيه، اذهب أو لا تذهب. ما هو حج الفريضة، حج الفريضة ما يستأذن فيه، لكن حج التطوع الانتقال من المكان، الناس يعرفونك فيه، لا تغب حتى يأذن لك الإمام. أذن له الإمام. اسمعوا القصة. نعم. فأتيناه بالبلدة وهي منى. وأتيناه في البلدة، البلدة اسم القرية، يعني أي قرية اسمها البلدة. ثم عين هذه البلدة، قال هي منى، جئناه ووجدناه في منى. اسمعوا ما يقول. نعم. فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى أربعا، فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا. بينا نحن عنده إذ جاءه أشخاص قالوا عثمان صلى أربعة، الذي يقود الحج هو الإمام، والإمام يأتي من العاصمة، يعني من المكان الذي فيه الإمارة، فإذا انتقل إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، مسافر ولا ما هو مسافر؟ مسافر. والمسافر يقصر الصلاة ولا ما يقصر الصلاة؟ يقصر الصلاة. عثمان أتم. قالوا لأبو ذر الوالي وأمير الحج وهو ولي الأمر أتم الصلاة، غضب، حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقصر الصلاة، وحج مع أبي بكر وكان يقصر الصلاة، وحج مع عمر سنين وكانوا يقصرون الصلاة. لما سمع هذا غضب واشتد وقال قولا شديدا. إيش معنى قول شديد؟ لابد قال خالف السنة والسنة خلاف ذلك، لا يفعل كذا، مو قول شديد يعني سبه في أمه وأبيه، هذا ما يفعلها الصحابة. لابد أن تفهم السياق أنه بهذا المعنى. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما بعده. اقرأ. وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، لأنه مسافر. نعم. وصليت مع أبي بكر وعمر. ثم حتى أهل مكة، أهل مكة إذا راحوا عرفة ومزدلفة منها يصلوا ركعتين، مو لأجل أنه نسك كما يقول الحنفية، إنما لأجل السفر. أهل مكة مسافرين، نعم، يحملون رحالهم إما على أرجلهم أو دوابهم، فإذا ذهبوا إلى عرفة ما يعودون حتى يقضوا أيام منى أو رمي الجمرة، يحتمل تبات في عرفة وتبيت في مزدلفة، فأنت بت في غير ديارك، فكل من خرج حاملا زادا وراحلا وثمن مركوب ونام عند غير أهله فهو مسافر. لو رحت يا عبد الله من القاهرة إلى أسيوط وعدت في نفس اليوم لست مسافر، لا تقصر الصلاة، لكن إن بت في خارج بلدك فأنت مسافر. وأنتم يا أهل مكة إذا ذهبتم إلى الجموم وادي فاطمة، أقرب الأماكن من القرى إلى هذه، وبتم هناك فأنتم مسافرون. وإذا ذهبت إلى مصر ثم عدت بالطائرة في نفس اليوم لست مسافر، لأن المسافر يقتضي أن يبيت عند غير أهله. عثمان لما أتم غضب، قال هذا خالف السنة، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. عرفنا الآن؟ اسمعوا ما يقول معنا. ثم قام أبو ذر فصلى أربعا. قام أبو ذر صلى أربعا، ألا ترون أنه تناقض؟ عبت على الوالي ثم تقوم تصليها أربعا، تخالف السنة. هيا اسمعوا الآن. فقيل له عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم صنعته؟ هؤلاء ما أرادوا الاستفسار،
بقدر ما أرادوا الإنكار. جئناك عننا حبك يا أبا ذر، لكن أنت قلت قول شديد في الوالي، ثم رأيناك أنك تفعل ما فعله الوالي وأنت تذمه قبل حين، إيش هذا التناقض؟ ألا يدل على شيء من نفاق ولا شيء مخالف؟ ما عرفنا الوجه. أبدي لنا سر هذه التفرقة وهذه الفوارق بين قولك وفعلك. اسمعوا ما يقول رضي الله عنهم. قال الخلاف أشد. الخلاف أشد. أنا قلت قول شديد، كأنه نادم على ما قال، لكن خلافي للإمام أشد نكرانا من قول الذي مضى، فلا أعمل سوءتين في وقت واحد. يكفيني ما قلته أول، المفروض ما أقول، لا بد من طاعة الإمام، لكن لو خالفته كان أشد. انظروا كيف مقدار الطاعة، حتى في الأمور التي هي قد يبدو أنها خلاف السنة، قال الخلاف أشد من ما قلته أنا، فلا أعمل الأمرين معه، مع أنه لا أحد يطلع عليه، لكن الإمام فعل ذلك فأراد أن يفعل مثل فعله، وإن كان في الظاهر أن الفقه لا يقتضي ذلك. لو كنت معه حين أما الناس صل معه 4 ركعات، ولا يجوز أن تعترض، إنه مسألة اجتهادية، من صلى 4 لا يؤثم، لكن خلاف السنة، ما فعله صحيح. يعني وجدنا كثير من بعض من يجتهد يحدث بلبلة في منى، يقول يصلي 2 ركعة قال لا أصلي خلفه، ولا يعرف، لأن الحاج المكي إذا كان يذهب إلى عرفة ثم يعود قبل منتصف الليل إلى قبل أن يبات خارج مكة ما أقصر الصلاة، وإذا ذهب إلى منى وإن لم يعد فتلك الأيام يقصر فيها، فإذا ذهب إلى منى وجلس 3 أيام يعود في الظهر إلى أهله، هذا ما يقصر الصلاة، لأنه ليس مسافر. المسافر من انقطع عن أهله وبات خارج دياره. أتم أبو بكر أبو ذر رضي الله عنه الصلاة، قال الخلاف أشد. نعم، قال الخلاف أشد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال. هذا موضع الشاهد الذي ذكره البيهقي، أي اسمعوا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يقول؟ إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه. إنه كائن بعدي سيوجد سلطان، لا يعني به سلطان معين، يعني يوجد بعدي سلاطين، فجاء السلطان اسم جنس، أي من كان تحت هذا الاسم سيوجد هذا. نعم، فلا تذلوه. فلا تذلوه، الذل الحاق الذل والإهانة بمعنى واحد. هنا قال من أهانه أهانه الله. إيش معنى الإهانة فيما شرحنا؟ بمعنى لم يطع أوامره، خالفه. فلا تذلوه كذلك، لم يطع أوامره، بل عمل بنقيض ما يخبر به الإمام، فقال فلا إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه. اقرأ. فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. من فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة جمعها ربق، والربقة هي الأنشوطة، لما الإنسان يسوق الدابة ليست من ذوات اللجم التي توضع في الفم، لا، عقدة دائرية يدخلها السائق أو الراعي أو غير ذلك في عنق العنز أو التيس أو النعجة أو الخروف ثم يقودها، هذه يسمى ربقة. عرفنا؟ يعني الخيط المعقود ويدخل في عنق الدابة ويساق، قد يوضع في أيدي الأطفال الصغار، وقد يوضع في حجزهم، هكذا قديم، إلى عهد قريب كنا نعرف ذلك.
لأجل أن لا يفر ولا يذهب كذا، ولأجل أن يمنع من الحركة. إذن ما معنى ربقة الإسلام؟ قال: من فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الإسلام له قواعد وضوابط وقيود وأوامر لا يجوز أن تتعداها ولا تخرج عنها ولا تخرمها، فإنها قيدت المرء تحت هذه الضوابط بما فيه صلاح دينه ودنياه. فإذا خلعت وكسرت هذه القيود فأنت خرجت من ربقة الإسلام. هكذا يروي أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث. نعم. قال: الخلاف أشد. نعم. فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم. ما يقبل منه توبة حتى يسد الثلمة التي ثلمة، يعني ثلمة الشيء بمعنى ما كسره وأتلفه، لا بد من تعديله وضبطه. فإذا عدله وضبطه قبل الله منه توبته، ولا لا يقبل منه توبة. نعم. وليس بفاعل ثم يعود فيكون في فإذا أصلح الثلمة ليس بفاعل فيها. فإذا أصلح الثلمة، يعني ذاك الخراب والانكسار الذي فعله بمعنى رفع الإهانة واعتذر وأطاع الإمام، فإن الله يعيد إليه عزته. تدل على أنه لا ينبغي للمرء أن يعصي الإمام فيما ليس فيه معصية لله عز وجل. إذا أمر أن تطيعه لا تقل لا يراقب ولا يرى ولا يفعل ذلك، فإن فعلت ذلك خشية وطاعة لله في السر فإن الله سيثيبك على ما أضمرت. فمن خالف، لأن كثير من الناس اللي خالف في قطع الإشارة أو يخالف في سرقة قلم أو مرسمة أو يخالف في رشوة كذا، ترى هذا جدير بأن يعمل أطم من ذلك. اللي ما تورع في هذا سيجرئه الشيطان على ما هو أكبر من ذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم بوجوب الطاعة، أمرنا بخمس: السمع والطاعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.